اهلا بحضراتكم من جديد، متواصلين ومستمتعين حقيقه بالحديث مع الدكتور شريف صلاح استاذ التنميه البشريه ورائد فن الحياه. كنا بنتكلم يا دكتور قبل الفاصل على ازاي الرياضي يشتغل على نفسه، والمهندس عدلي اشار لي ان محمد صلاح واحد من اللي طور نفسه. اللعيب اللي عندنا ازاي يشتغل على نفسه ويعمل ايه؟ احنا حاطين اول قاعده كبيره ان اجسادنا لا تحتاج الى تعليم كيف تعمل، تمام. ولكن عقولنا تحتاج الى تعليم كيف تفكر، تمام. من اول لحظه على طول انا لازم اعلمه يفكر ازاي. لان كل تصرف بينتج من افكاري انا بشوفه تصرف، بس انا مش فاهم ان في فكره هي اللي عملت التصرف ده. فلما اكون الفاظي انا بتدعم تصرفات سلبيه، زي مثلا اقول لحضرتك حاجه، اخبارك ايه الصبح؟ فتقولي لا جديد. لا جديد دي مشكله جامده جدا لو اللعيب قالها، هو مش شايف حاجه، بس ايه اللي حصل عنده؟ ان انا غير راضي عن الحياه. فغير راضي عن الحياه لما اجي العب في الملعب انا مش مستمتع، ما انا حاسس ان لا جديد او عادي. اقول لك عامل ايه؟ تقول لي عادي. نعمل اختبار للاعبين كده، اللاعبين او الموظفين شركات يعني، نقول له مثلا لو الجو النهارده لا برد ولا حر، وانا هطلب منك تقول لي الجو اوصفه بايه، وبيكتبوا في ورق واجمع الورق والناقش اللي هم كتبوه. فحد يقول معتدل، الجو لا برد ولا حر، حد يقول معتدل، حد يقول عادي، حد يقول كويس، حد يقول جميل. فانا اقول لهم لو ما قلتش قمه الروعه يبقى انت عندك مرض كبير جدا انت مش شايفه، وهو فقدان القدره على الاستمتاع بالحياه. الجو لا برد ولا حر، يبقى الوصفه بتاعته ايه؟ رائع. احنا في البرد بنشكي وفي الحر بنشكي. أوه. ربنا سبحانه وتعالى بعت لي جو لا برد ولا حر، يبقى لازم الاجابه بتاعتي لو انا المفردات بتاعتي انا بحطها صح ايجابيه جدا، عشان لما اجي العب بقى جو رياضي الجو حلو قوي، ما انا رايح اتمرن. فالمدرب يسال اللعيبه السؤال ده، اللي يقول لك كلمه اقل من رائع ده اداؤه في الملعب بقى غير مستمتع، مش مدرك، ما هو مش عارف يستمتع بالحياه اصلا. فكل ما تجيله حاجات للاستمتاع هو فقد القدره. في مدربين كتار انا حضرت يقول لك ايه يا حبيبي، انا عايزك تتبسط وانت بتلعب، مش عارف يتبسط الا لو افكاره تدعم الانبساط، هو مش هيعرف يستمتع ويمتع الاخرين الا لو افكاره تدعم. وقد يكون مفهوم انه يلعب فردي رقص كتير، لا احنا عايزين نستمتع بالاداء الكل. يعني هو استمتع يرقص عايزين استمتاع بالنتيجه، هيديني النتيجه في الاخر. فالولد اللي بيعرف يستمتع ده بيستمتع بكل حاجه. يقول لك في الملعب شخصيه الحكم وشخصيه اللاعب. شخصيه الحكم لا يستمتع، الحكم مطالب باكتشاف الاخطاء، لكن اللاعب مطالب ان هو يستمتع ويمتع. فاللاعب اللي مش عارف هو يستمتع بالاداء ويمتع الناس اللي موجوده معاه يبقى هو مش بيلعب، هيبقى اداؤه ناقص، اداؤه ناقص جدا. هو فقط حاجه كبيره هنا ما بتلعبش، لازم تشتغل صح. لما يجي يقول لك مفرده زي مثلا التمرين، يقول لك عملته خلاص، ما فيش حاجه اسمها خلاص، وخلاص اعتراف بعدم الاتقان. الكلمه دي جوانا هنا كده كلمه عملتها وخلاص، حضرتك مش قادر تقول ان انا غير متقن، انا غير مستمتع، فبتقول كلمه بديله. فانا معنا مجموعه كلمات كده ممنوعه تماما للعيبه، واي لعيب يقولها نجيبه نحاسبه. ليه؟ عشان بدري جدا انا اخلي قاموس مفرداته، المحرك للمشاعر والسلوك قاموس جيد. من بدري قوي حتى الاسره في البيت. ايوه. اعمل لنا فنجان زفت زي ما كان السيد بيقول لست امينه. هيشرب فنجان زفت، فكل بق يشربه من القهوه هو عباره عن ايه؟ عن مشروب من الزفت. بعد شويه اصبح في تراكم للزفت جوه، عشان يعرف يستمتع صعب جدا جدا. بنسال اللعيبه في بدايه التمرين ايه امتى بتبقى سعيد جدا؟ فيقول ابقى سعيد لما، نقول له تعالى اقعد بقى، عندك مشكله، لانك انت طلبت من اللاوعي عندك انه غير سعيد الان. انت قلت له هبقى سعيد لما. طيب هتنزل تتمرن انت غير سعيد، انت ازاي مش سعيد وانت شايف وسامع واقف على رجليك وحبايبك حواليك النهارده وبتتكلم وتفكر وكلت وشربت ودخلت حمامك، كل ده مش بتلعب في نادي كبير كل ده مش بيخليك سعيد، يبقى انت عندك مشكله. وهتعمل لي مشكله في الادراك وديها. في ادراك معنى السعاده بالظبط. فنقول له هتحط كلمه واحده بس في تمارين اللاعبين يعني هتضيفها على كلامك، اكون سعيد اكتر لما. كلمه اكتر، فانا بقول سعيد. ايوه حطيت الخبر ان انا سعيد. بقول اللاوعي عندي انا سعيد. طب انا اسال حضرتك يا دكتور، انا دلوقتي عندي فرقه وعايز استلم بحضرتك، هتقول لها الكلام ده؟ طبعا. وهيكون مؤثر معاك؟ طبعا، ما بني عقليه احنا بنشتغل عليها، بس احنا هنقول كلام وبعدين المدرب يبدا يراجع اللي احنا قلناه. احنا بندي تعليمات وبنعلم مهارات. طب هل شغل اللايف كوتش زي كده يبقى في سن اكبر ولا الافضل من سن صغير؟ كل الاعمار تنفع، لكن بكل تاكيد مع الصغيرين اكتر. البناء من تحت، البنيه عقليه. يعني كلام بابا وماما اللي في البيت الملخبط ده
احنا بنشيل احنا ملخبطين خالص خالص يعني. زمان مثلا كانوا يقولوا لنا ايه يا ابني اسمعني يا ابني، اللي تعرفه يا ابني احسن اللي تعرفه، ده قتل الابداع من بدري. أيوه. لان الابداع في اللي ما تعرفوش. صح صحيح. مفيش ابداع في اللي تعرفه، ما انت عارفه. ايوه. فهنا انا افقدت الاولاد قدره على الابداع، حطيت له بذره صغيره كده وعماله تكبر معاه، هو عنده 30 سنه بقى البذره دي عندها 30 سنه بقت شجره كبير، عنده 50 سنه بقى. فبنخاف حتى وان كان اللي تعرفه ده مش هو حل. اللي يلبي لك احتياجاتك. جرب مفيش مشاكل. جرب. احنا دايما نقول في جرب دي نقول ايه الخطوات القصيره في التجريب. ليه؟ انا مش عايز اجرب بخطوه طويله عشان لو طلعت غلط ما اعرفش ارجع. لا، نقول جرب بخطوات صغيره. ودي من ضمن الحاجات بقى اللي احنا بنقول اللي هو المينتاليتي، يعني انه لازم لو الموقف بتاعه شايف انه عنده امكانيه افضل ولازم يكون عنده رؤيه دي، يعمل خطوات صغيره يمين شمال ورا قدام، يشوف المساله اوضح. فلقى لا الجو مش حلو، بعد ما يروح خطوه صغيره يرجع بسهوله، يغير في حاجه، يرجع بسهوله. لكن لازم يحصل تغيير ضروري، تغيير في طريقه نومي، طريقه اكلي، طريقه شرب، علاقاتي، مساله علاقاتي. اللايف كوتشنج كلها بتتكلم على محورين كبار جدا في العلاقات حتى بالنسبه للعيب. اداره الذات بترتيب الاولويات، هو ايه قبل ايه، مهمه جدا جدا في كل حاجه في الحياه. التانية إدارة العلاقات بتقبل الاختلافات. أنا بلعب لعبة جماعية، الناس اللي موجودين معايا في الملعب مش زي بعض، في حد جريء، في حد حذر، حد سريع، حد بطيء، حد بيتكلم كتير، حد بيتكلم قليل، احنا غير بعض. أنا إزاي أعمل الكومبينيشن بقى بين التيم ده، أدخلهم في بعض كده، شغلانة كبيرة جدا.